يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اقرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجال